يا اختي. ايه اخي. انت بتعرفيني انا صار لي سنه بعرفكم، انت واولادك الله يخلي لك اياهم. نهار قصرت معكم شيء؟ لا والله كتر خيرك يا اخي، اعطيتك هالبيت ومصروفك صار لي سنه متكفل فيكي انت واولادك، الله يخلي لك اياهم. صح، الله يجزيك الخير. صح، بس بلزمك شيء ثاني؟ عم تحتاجي مني شيء ثاني ما عم بعمله؟ لا سلام، يسلم ايدك. مقصر بشيء؟ لا والله يسلم ايدك. أنا بصراحة مشان أكمل خيري وأضل طول العمر معك، أنا بصراحة يعني صرت خاف عليكي، صرت أقول لحالي إذا صار لي شيء لا سمح الله مين رح يتكفلك أنت وولادك الأيتام؟ فقلت لحالي إنه أنا لازم أكتب كتابي عليكي ونتزوج، ومشان إذا لا سمح الله أنا صار لي شيء يكون إلك جزء بسيط من الورثة كمان مثلك مثل باقي الأولاد. إذا ما عندك مشكلة يعني أنا رايد أعمل لك خير أتكفل فيكي من هون لحتى ما ماتي. شو رأيك أنتي؟ فكري، خذي راحتك، ترى أنا ماني غاص لك عشان يعني فكري فيها. والنعم منك أخي. شو أنتي قولي لي، أو إذا بتحبي بتركك هلأ، فكري بالموضوع، بتزوجك على سنة الله ورسوله، بجيب الشيخ وشهود وكل شيء، نكتب كتابنا وبتزوجك، ومشان تأمني مستقبلك ومستقبل أولادك. حرام الدنيا يعني، في أولادين حرام كثير حيشاكل. فكر الموضوع، استأذنك. يا الله والله لولا هالزلمة كان أولادي شنطتي. ماشي، اعمل استخارة والله يكتب الخير. ما عملت لي شيء، بس انا ماني طايق شيء، ماني طايق. يا حقير، لسه صرنا 3 ايام مع بعض، انت ليش تجوزتني من الاساس؟ 3 ايام بس، اعطيني سبب. انا شو عملت لك؟ شو سويت لك؟ ما عملت لي شيء، لا سويت لي شيء، بس انا زلمه هيك صار لي كل هالسنه عم بدفع لك اخر شيء ببلاش؟ لا عيني لا، زلمه بتزوج على كيفي وبترك على كيفي. لا تضل تقري زول، مثل ما اخذتك باخذ 10 متلبك. عدني هالسنه كلها بس لتوصل لغايتك 3 ايام يا محمد. لك حرام عليك، حرام عليك. شو بدك تحكي الناس علي؟ شو بدي احكي الناس؟ تطلب منك للناس؟ انا ذاتها ما بيهمني لا انت ولا امثالك ولا الناس اللي مثلك. يا محمد ان شاء الله، انا شو بدي اعمل انا واولادي زول؟ ان شاء الله لا تعمل هيك. دبري حالك، رجعي لحام زبالتك اللي كنتي فيها. ليكي بنتي هلا انا برمي عليك اليمين، بتطبي غرارك وبتفضي لي البيت لازمني، في وحده ثانيه بدي اجيبها، تزوجتها امبارح، عم تفهمي؟ يلا رطبي غرارك، خذي اولادك ال ال القنادر ما بعرف شو، يلا انخلعي تعطيني. يا ويلك من الله، انا كنت اجي لك طول الليل اقعد انك انت ابن حلال دخلت حياتي، طلعت مثلك مثل هالوسخات يلي بالشارع. يا حقير، انت واحد حقير. اسمعي يا اسمعي يا حقيرة، انا ما راح مد ايدي عليكي مشان ما تروح تمسك علي ممسك وتشتكي علي. هلا بتطبي اغراضك وبتنقلعي على مزبلتك اللي كنتي فيها، عم تفهمي؟ يلا اطلعي لبرا بسرعة، طبي اولادك انقلعي يلا. تفي ما هو سخف ربي الحقيرة. ايه شو عليه؟